محدده. العيا مثلا دي فوبيا، ده تمام. ده ده رهاب، رهاب المرض او رهاب الموت. كويس، في الحالتين لازم لازم تروح تعدي على دكتور يعني يشوفها، لان يعني طبعا هي بتتكلم كده بس انا عارف قدر المعاناه، هي انا عارف قدر المعاناه، انا ما بقدرش اتغلب على الموضوع ده، قدر المعاناه. يبقى عندك حد عيان بحاجه بسيطه وتجيلك الافكار كلها السيئه ان انا هيحصل له كذا او هيحصل له كذا. تمام. الحاله الثانيه بقى اللي هو فكره ان هو بيحط الاكل وبينسى وبيتوه منها شويه، انا افضل جدا بقى ان ده يعمل رسم مخ. كويس، لان احنا انا ما بحبش اتكلم قوي في السرعة لانه يعني مش تخصص الاصيل يعني، لكن احنا بنعالج منهم حاجات كتير. في عندنا حاجه اسمها صرع صورة. ايه نوع صرع صورة دي؟ ان الطفل بيبان جدا جدا في المدرسه، بيتنح يعني، مثلا بكون بتكلم معاك واقوم فجاه حاجه اسمها ستيرنج لوك، قوم باصص لك كده وكانك سرحت في حاجه تانية، كاني رحت منك وبعدين ارجع لك تاني. ساعتها ماسك قلم يقع منه، لو يعني قصدي لو بيعمل اي حاجه يفقدها. كويس، فالبيتي مال ده او نوبات الصرع الصغرى دي بنحب جدا نطمن عليها بالذات في الاطفال. يعني كتير جدا من الاطفال اللي ادائهم الدراسي وحش في المدرسه، كويس، ممكن جدا يكون عنده بيتي مال او اللي هو نوبات الصرع الصغرى، لانه بيفصل في المدرسه، بيسرح وهو بيتكلم بيقوم فاصل، وبعد الفصل بياخد له وقت شويه على ما مخه يرجع تاني. ودي ليها علاقه يا دكتور برضو بالكهرباء بتاعه المخ؟ يس، كل نوبات الصرع ليها علاقه باضطراب الريذم او النمط الكهربي بتاع المخ. كويس، فانا افضل في الحاله اللي زي كده خاصه انها بتندهل وبتندهل وبتندهل وما بيردش عليها، انا افضل جدا انها تعمل رسم مخ، نطمن عليه من الجزئيه دي. تمام. الصرع الهستيري انواع ولا هو شكل واحد؟ لا، الصرع الهستيري انواع طبعا، بيبتدي من ان انا بس بفقد الوعي فقط. كويس، وبعدين في بقى بفقد الوعي وبعمل حركات، بفقد الوعي وبصوت. بس الصرع الحقيقي ما بيصوتش، بس عشان الناس اللي عايزه يعني، الانسان اللي عنده صرع حقيقي بيزوم كده، لكن اللي بسويت سويت سويت ده صرع هستيري. ما عندناش حد عنده نوبات صرعيه كبرى لانه بيفقد الوعي تماما، ما فيش صوت بيطلع. لا، تاني، اللي بيصرخ، اللي بيصرخ ويصوت ويقعد يضرب في الناس، ده اللي هو بيبقى مدرك هو بيعمل ايه وسامع الناس اللي حواليه وعارف كل حاجه بتحصل. خليني برضه عشان ما نظلمهمش، هو ما بيبقاش في قابل يعني، ما بيبقاش في كامل الادراك، بيبقى فيه لكن اقصد ما بيغيبش عن الوعي خالص، يعني الحاله اللي هو فيها مسيطره عليه، هو سامع اللي حواليه لكن مش قادر يتغلب على الموضوع. بالظبط كده، بالظبط. لكن الصرع الحقيقي، النوبات الصرعيه الكبرى الحقيقيه، ولا يضرب ولا يشتم ولا ما فيش، لو كده وقع في الارض يبتدي يتشنج وممكن يطلع منه الزوم، يعني ينزل منه اللي هو السلايفا او يعني اللي هو الريق، وينزل منه وممكن يعض على لسانه، ممكن يقوم يتبول على نفسه. فده صرع، ده اللي هو فقد الوعي تماما بقى، ده الحقيقي، ده اللي هو المرض الحقيقي. التاني بقى ممكن يتراوح زي ما قلت لك، من ان انا بفقد وعي بسيط جدا بس، او ان انا ابتدي اتشنج، او ان انا ابتدي اصرخ وهكذا. خدي بالك الهستيريكال فيتس دي او نوبات الصرع الشبه او نوبات الشبه صرعيه الهستيريه دي معاها حاجات تانية يعني كتير. معاك تليفون؟ معانا تليفون. مدام ايمان. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.